التمر يا مهنود. عايش ما تخلى كده بجوع منذ يوم 16 شو فرط بجوع. هذا نتيجة الانسداد كيف الأفاق والحوار مع المعنيين بالملف هذا. اليوم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، لجنة الجرحى وشهداء الثورة وتفعيل العفو العام، ورئيس الحكومة وزارة العدل بيتو. انسداد الافاق خلاني نزلي نمشي نعمل ضرب جوع. اخترت المقر نتاع المنظمه الام اللي ولات الاتحاد العام طلب تونس على اعتباري مناضل سابق وسجين سابق في الاتحاد العام طلب تونس. الليله هذه كيف كيف وجاعة كانت كبيره، يتم نقلي على وسائل خاصه بسياره احد الرفاق الى مستشفى شارلكول، اين تم منعي او الامتناع عن مداوتي. الحقيقه ملكت نفسي وأثر لي أني نغادر المستشفى رغم محاولات بعض الرفاق وبعض البنظرين بعض الممرضين من ركبوا السيروم رفضت شو ما كسرش ضرب الجوع وسأواصل ضرب الجوع وخليني نموت لهنا. الحقيقة ما عادش فاهم نخسر يعني. إذا هذه الدولة ما تحشمش على روحها، الحكومة هذه ما تحشمش على روحها، ما هذه جمعة أشبه بينادل في مقهى حركة النهضة. الحكومه هذه مقر رئيس الحكومه اللي يقول راهي ملفات للناس اللي ضاعت، ما عنده حتى فرق مع احترامي للفئه والشريحه المجتمعيه هذه، ما عنده حتى فرق بينه وبين بيت دعاره او مخو. الحكومه هذه وقلتها في السابق على ثلاث رئاسات صرعت بها ونعاودها اليوم، علاقتهم الوحيده بتونس وبالشعب التونسي هي شبكه الصرف الصحي، وهي الحكومه هذه اللي تتجاهل في ملفنا نحن وملف وتحاكم في شباب واولاد بوزيان في محاكمات جائره، تتحاكم فيهم بقضايا اشبه بالهزليه. ملفنا نحن نقطه في البحر بارابور اللي باقي يصير، ولا زالت هذه الحكومه وخاصه بعد الانتخابات باش تتحاكم الناس وباش تشد الناس الحبس، وخاصه من قطاع الشباب. الشباب شكون؟ الشباب المدون، الشباب اللي يعرف الصحافه، الشباب الطلابي، الشباب اللي ينشط في الحق الحقوقي، والشباب اللي ينشط ايضا في المنظمات والجامعات، والشباب بشكل عام اللي هو عنده امكانيات رهيبه انه يحرك الشارع، لانه بالنسبه لهم يلزم القضاء على هذا المسار الثوري مهما كانت الظروف. نحن نخوض في معركتنا، نحن ناس نظلنا شادين الحبس، نظلنا في عهد بن علي ومازلنا باش نظلوا في عهد النهضه، في عهد المهدي جمعه، في مهما تغيرت الالوان، وين ما باش نشوف الظلم، وين ما نشوف القمع، نحن راه باش نكونوا ضمير هذه ضمير التحركات وضمير هذا الشعب. نحن قطاع واسع ومجتمع تونسي مجتمع شاب، والحقيقه ما عادش عندنا ما نخسر ولا يكلفنا النضال وقت ما كان مصابت ماهوش شعار. فعلا اليوم نحن خيرة شباب تونس باقي يقدم في نفسه قربان للحريه، وباقي يقدم في نفسه قربان للشهاده. وبالنسبه لنا احنا فما ناس اختارت تموت بالرصاص كيما شكري البراهمي، نحن اخترنا نموت بمعركه الامعاء الخاويه، كما ناس اختارت انها تتحاكم ظلما وقمعا وجورا في محاكم التشفي. اللي المحاكم هذه تذكرنا بمحاكم بن علي ومحاكم مرقب.